والاستدعاء لله. أما بعد فأحييكم أيها الأحباب فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا على هذه الوقفة المباركة. وأقول لكم أيها الأحباب بإذن الله تعالى ستسجل هذه الوقفة وستشفع لكم بإذن الله في يوم القيامة في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. أيها الأحباب وأنتم تقرؤون القرآن عليك أن تركز وأن تقرأ بتدبر. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى اليهود وبني إسرائيل في مئات الآيات في القرآن الكريم؟ كأن الله عز وجل يحذرنا من هؤلاء المجرمين. فقد قتلوا الأنبياء وقتلوا الأولياء وقتلوا الصالحين، قاتلهم الله تعالى. وقد وصفهم الله تعالى في سورة الإسراء أنهم أهل الفساد، فقال عنهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولعل هذا العلو هو هذا اليوم. فقد قتلوا الأطفال وقتلوا الأطفال الرضع وقتلوا النساء وهدموا المساجد ودمروا المستشفيات. لكن مع هذا رب العالمين يقول بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. ولعل المقاومة اليوم بإذن الله تعالى هم أولو بأس شديد. فالكل ينظر ويرى كيف يصنع هؤلاء الأبطال يهجمون على الدبابة من نقطة الصفر. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رجولتهم. بل حتى النساء امرأة استشهد لها أربعة من الأولاد تقول ملتقانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أحبتي المشاهدين وأهلا بكم مجددا بعد أن شاهدتم هذه الوقفة المشرفة لأهالي العظمية في جامع العسافي. نبدأ الحوار مع السادة ضيوف البرنامج فأهلا بهم جميعا، ونبدأ بإمام وخطيب جامع العسافي الشيخ خالد القصر. حياك الله شيخ. حياك الله عزيز. إن شاء الله يبارككم الله. حياكم الله في قناة الفلوجة وبوركتم على هذه الوقفة. حياكم الله. حياكم الله. جامع العسافي له مواقف مع هذه القضية الفلسطينية، هنالك ديمومة للعمل والنشاطات، ممكن تتحدث لنا عن نشاط جامع العسافي مع القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله منذ زمن طويل ونحن في هذا الجامع بؤرة، لا أقول بؤرة لشر لا حاشا، إنما بؤرة من نشاط خلية تعمل ليل نهار من أجل أولا النصرة لهذا الدين وإعلاء كلمة لا إله إلا الله فوق كل البلاد والعباد. وتزامنت في هذه الشهور الوقفة مع فلسطين مع أهل غزة، الدورات الدينية والوعظ والإرشاد الكل تزامن لوقفة طيبة واحدة، مصداق قوله تبارك وتعالى يد الله مع الجماعة، ويقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا أضحت شعاراتنا في هذه الأيام بل بالشهور التي مضت في الدورات وفي الصلاة وفي الخطب والوعظ والإرشاد أننا أمة واحدة.
لا نبتغي ألوانا ولا قوميات، إنما شعارنا واحد هو التوحيد، تجمعنا لا إله إلا الله بشتى ألواننا وأطيافنا، الآن صغيرون وكبيرون تواق لأن ينصر فلسطين وأهل فلسطين بكل ما أوتي من قوة ومال وشجاعة، حتى يأتي الصغير ويقول، أحدهم جاءنا في الدورة الدينية قال يا شيخ أقسمت أن أحفظ سورة البقرة وهو لم يبلغ من العمر سوى 7 سنوات، قال أقسمت أن أحفظ سورة البقرة وأهدي أجرها لأهل غزة. هكذا طفلنا في دوراتنا الدينية التي انطلقت تحت شعار بالقرآن ينتصر الطوفان، رأيناهم قبل أن يغزوهم العدو كيف كانت دوراتهم في غزة، فمن هذا المنطلق لابد أن نرد الصاع صاعين لليهود عليهم لعنة الله. هل هناك جانب آخر ممكن يكون فقهي شرعي مع القضية الفلسطينية وشهر محرم الحرام وقضية حرمة الدماء في هذه القضية؟ اليهود عليهم لعائن الله لا يعترفون بالقرآن حتى أتكلموا معهم عن حرمة هذا الشهر. نحن نعلم أن الله حرم، هذه الميزة كانت عند كفار قريش، عند المشركين آنذاك، فما بال هؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، كيف أحدثهم عن حرمة هذا الشهر وهم قد قتلوا ونسفوا ودمروا؟ أنا أتكلم عن حرمة أن لا يتظالم الناس فيما بينهم، أن ينتهوا عن كل ما حرم الله، لأن المعصية في هذا الشهر حرام ولها كبيرة عند الله كبيرة. لكن أن أتكلم عن حرمة هذا الشهر لليهودي لا، أنا لا أتكلم، هم خالفوا كل، لقد قال الشيخ قبل قليل في كلمته قتلوا الأنبياء والأولياء والصالحين وقتلوا كل من ينادي للحق، فهل أحدثهم عن حرمة هذا الشهر؟ بل أنا أحدثهم من منطلق وقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. الفقه يقول النصرة والاستنصار والاستغاثة والدعاء والتوسل إلى الله ومقاطعة العدو بشتى أنواعه، هكذا يقول الفقه، إلا تنصروه فقد نصره، إلا يعني تستغيثوا لأنفسكم فإن الله سيستبدلنا طيب بقوم آخرين. شيخ اليوم من عليه مسؤولية نصرة غزة؟ اليوم الأئمة والخطباء علماء الدين أعطوا موقفهم وثبتوا موقفهم مع هذه القضية، من عليه أيضا نصرة القضية الفلسطينية؟ الكل مسؤول، وكل من لديه صوت يسمع ويد طولة وموقف له يستطيع أن يبدل من حال إلى حال، وله كلمة تستطيع أن تغير الموقف، هذا سيسأله الله تبارك وتعالى لما لم تغير وقد مكناك، حاكم أو محكوم أو مدير كل له القدرة على أن يستطيع أن ينصر، القاضي في محكمته، المدير في دائرته، المدرس في مدرسته، الإمام والخطيب، لا يقتصر ولا تقتصر النصرة لأهل غزة على المساجد طيب أو على فلان. شيخ لماذا تطلبون من حكام العرب نصرة القضية الفلسطينية وأنتم تعلمون أن بعض الدول العربية محتلة؟ يعني تطلبون من رئيس هو تحت النظام الاحتلال تطلبون منه نصرة القضية الفلسطينية ونصرة غزة؟ هذا الذي يجعلنا أننا لابد أن نستمر، موقف لا حول لنا ولا قوة، ما زلنا نطالب حتى يهدي الله رجلا أو يهديه الله تبارك وتعالى ليفتح المحابر، لأنه على في المثل العام كثرة طق يفتح، هل وماذا تريد أن نفعل؟ نسكت؟ سنبقى نطالب حتى يسجل لنا موقف أنه ما بقينا ساكتين، نطالب من الرئيس والحاكم الذي قد أمام من؟ أمام فلسطين أم أمام الله؟ أمام الله أولا ثم أمام فلسطين، لا تعاتبون غدا، والله طالبنا، نحن محكومين وليس حكام، نسأل عند الله عز وجل لأننا نصر القضية الفلسطينية. إلى حد هذه اللحظة لا، نحن لن نسأل ليش؟ لأنه نحن يعني نحن الآن بحاجة إلى فتح الأبواب، ولكن ليس بأيدينا، حينما تفتح الأبواب ونخذل ذاك الوقت سيحاسبون الله. حياك الله، جزاك الله خير، الله يبارك إن شاء الله. حوارنا مستمر وما زلنا مع هذه القضية، حياكم الله. ما زلنا بحوارنا مع القضية الفلسطينية ونصرة أهالي الأعظمية تحديدا لهذه القضية، وحياكم الله مجددا. السلام عليكم. السلام. حياك الله. الله يحييك عيني. بركت على هذه النصرة. الله يسلمك وعيني. وموقفك الموجود في هذا المسجد. الله يبارك بك عيني. موقف أهالي الأعظمية مع القضية الفلسطينية. والله أخي الحمد لله، أول ما بدأت الوقفات نصرة للقضية الفلسطينية بدأت من الأعظمية ومن جامع الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه.
واستمرت عدة جماعات، التالي قامت تنتشر بين مساجد بغداد، يعني انتشرت الموضوع، يعني الناس قامت تتفضل أنه تصير بمناطقها أيضا. طيب. والحمد لله والحد الآن المشاركة والحضور للوقفات جيد جدا، يعني رغم الحار رغم كل الظروف الأخرى. طيب. اليوم هذا يعني جيل جنابك والأجيال التي ولدكم نعم. من الشباب نعم. هم بنفس النفس مع القضية الفلسطينية. الحمد لله بالنسبة لنا، يعني بالنسبة أهلنا وأخواننا وأولادنا، يعني الحمد لله، بل يمكن أكثر من عندنا يمكن. الحمد لله. هذا أخي واجب، هاي قضيتنا، يعني القضية الفلسطينية قضية المسلمين والعرب الأولى. يعني البعض نعم. يقول أنه نحن كعراقيين لدينا ما يكفي من المشاكل والمآسي، فما دخلنا بالقضية الفلسطينية؟ هذا حوار البعض. أخي إحنا الحمد لله ما شفنا عشر معشار ما يحدث الآن في فلسطين، اللي صار لهم 70 سنة في قتل وتشريد وذبح وانتياك، وهاي المعركة الأخيرة عرت الوجه الحقيقي للصهيونية. فاحنا يعني الحمد لله وضعنا الحمد لله زين، بس احنا حتى اللي مر بينا سابقا لا يعدو يعني عشر ما يحدث الان لاخواننا الفلسطينيين. طيب اليوم الوقفات مقتصره هي على المصلين ام هنالك مناصرين من غير الموجودين في المسجد؟ يعني احنا عدا الوقفات عندنا صارت مسيرات ايضا. نعم. بس هسه بالحر هذا يعني المسيرات يعني خاف تاذي الناس، بس دا تصير مسيرات ليليه، والحمد لله دا يشاركون بها ناس، يعني من تمشي بمنطقة معينة صارت هنا بشارع الضباط دخلة وناس يعني من المتسوقين. طيب. حتى بالعامرية بالمناطق الأخرى الحمد لماذا لله. لا نرى نواب ممثلي الشعب معاكم بمسيراتكم بوقفاتكم؟ لماذا لا نرى جهات سياسية داعمة للقضية الفلسطينية؟ والله يحضرون النواب. آخر مسيرة حضرها النائب محمود القيسي والأخت. طيب. السيدة عائشة المساري تحضر من الأعظمية يعني عن قطع الرصافي. اليوم شنو المطلوب من الجهات السياسيه او السياسيين او رؤساء الكتل بالقضيه الفلسطينيه؟ شنو المطلوب منهم؟ والله اخي دعم القضيه، السير في قضيه المقاطعه، نحاول نوصل الدعم المادي، يعني ان شاء الله الحكومه ما قصرت، يعني بعثت قبل اشهر دفعات من الديزل، وان شاء الله تستمر مد غزه بالوقود والاعمار ان شاء الله، ويا بشار النصر إن شاء الله قريبة وبإذن الله راح توقف الحرب المجرمة ويبدي إعمار غزة، فيكون إن شاء الله مساهمة يعني في هذا المجال. موقف النساء في الأعظمية من القضية الفلسطينية؟ والله حاضرين ما شاء الله يحضرون، يعني اليوم أيضا حاضرين، بس هم هنا يصعدون بالحرم الخاص بالنساء. أي نعم. أي حتى بالمسيرات يجون يعني ما شاء الله. أي ما قصرة ولا. حياك الله. الله محيطين. أنا جدا ممنون لكم وتغطيتكم دائما للوقفات، وأن يتابعكم دائما. حياك. واجب. الله يحفظكم ويسلمكم ونعمكم. إلى حوار آخر. أشكركم يعني. الله يخليكم. وما زالت الوقفات في الأعظمية مستمرة، من مسجد العسافي إلى مسجد الأنبياء إلى جامع الإمام الأعظم رضي الله عنه. من هذا الحوار نبدأ بحوار أو نكمل الحوار الآخر من مسيرة الأعظمية في القضية الفلسطينية. حياكم الله. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. أهالي الأعظمية لهم موقف مشرف ومتكرر مع القضية الفلسطينية، لماذا هذا التركيز على القضية الفلسطينية في الأعظمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة هو يعني أهل العظمية وكل أهالي بغداد وأهالي العراق يقفون هذه الوقفة مع إخوانهم في فلسطين. طيب. حقيقة القضية الفلسطينية اليوم أصبحت قضية إنسانية، نحن كمسلمون يعني واجبنا أن ننتصر في لكل مظلوم. لا، ديننا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل والإحسان، والله سبحانه وتعالى لا يقبل بهذا الظلم، وكذلك اليوم الشرائع الإنسانية، اليوم محكمة العدل الدولية أقرت بأن هذا الذي يجري في غزة هو يعني هذه جريمة إبادة جماعية، وأصدرت قرار بإيقاف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى هذه الإبادة الجماعية،
وهناك الكثير من الدول التي انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوتها لإيقاف هذه المجزرة الجماعية. يعني هذه الذي يحدث في غزة هو جرائم حرب يعني مكتملة الأركان، قطع الغذاء منذ 3 أشهر، احتلال معبر رفح، احتلال جميع المعابر، التنكيل بالأسرى، التنكيل بالأطفال، لا يقبل. يعني حتى لو كانت القطط والحيوانات لا يمكن أن تفعل بهذا الشيء، فكيف بشعب أعزل بعد 3 أشهر يصبح على هذا العدوان 3 سنة كاملة؟ متى تقف هذه الحرب الظالمة؟ نحن هنا نطالب نطالب من الحكومة العراقية، حكومتنا، أن يكون لها موقف، أن تنضم إلى دعوة جنوب أفريقيا. نطالب بعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية، باعتبار العراق هو الآن هو صار على رأس الجامعة العربية، أن يكون موقف عربي يوقف هذا الحرب، يوقف الحصار، ونفتح الآن ليس معبر بري، معبر جوي، معبر بحري. لابد أن يكون هناك موقف للدول العربية والدول الإسلامية وبالتضامن مع كل دول العالم. اليوم كل دول العالم نرى تغيرات أصبحت في أوروبا، في فرنسا، في بريطانيا. لماذا أصبحت هذه التغيرات؟ كلها متضامنة مع قضية الشعب الفلسطيني وقضية المسجد الأقصى العادلة. عفوا، ممكن أسألك عن المقاطعة، لماذا لم يعني هذه المقاطعة لماذا تثمر بنتائج يعني عالية؟ البعض قاطع والبعض الأغلب لم يقاطع. هناك عدم مقاطعة من المجتمع العربي. هنالك لا توجد مقاطعة، عدم مقاطعة، يوجد نسبة مقاطعة. يعني لاحظ هذا الشغل، هذا الأمر، يوجد ربما عدم اطلاع كامل. يعني هنالك شركات تدعم الكيان الصهيوني، وهنالك كل الحركات التحرريه في العالم والشعوب قاطعتها. توجد بعض فروع لهذه الشركات، ربما يوجد جهل من الناس، يوجد مقاطعه في العراق ولكنها ليس بالحد المطلوب. نحن نطالب ايضا مقاطعه كل شركه تدعم وتقف ضد الشعب الفلسطيني في هذه الحرب الظالمه، حرب التجويع. لماذا انا اشتري من شركه وهذه الشركه اخذت موقف ضد الشعب الفلسطيني؟ اقاطعهم، لا ادعمهم باي مال، حتى هذه الشركات، حتى كل الناس تقف مع العداله، لا احد يساهم بتمويل الاباده الجماعيه. اليوم الجامعات الامريكيه والجامعات العالم كلهم، طيب، الطلاب لماذا يتظاهرون؟ طيب استاذ، الغارقون في السوشيال ميديا، يعني هذا رايهم، نفس راي جنابك ام هنالك اراء اخرى برايك؟ والله انا شفت في نسبه من الناس مع المقاطعه، وفي نسبه لا، يعني ما لها علاقه، يعني ما لها جو، ما اصلا مو على جو القضيه الفلسطينيه. والله هو اليوم يفترض بعد هذه المجازر يجب على الناس أن تعي كيف، أين تنفق أموالها. يعني قضية المقاطعة، أنا ليش أشتري من شركات وتكون أغلى وهي تدعم شركات أجنبية؟ أدعم الشركات المحلية، أرخص وما فيها إجرام، وما فيها دعم للشركات التي تدعم الكيان الصهيوني. لماذا أشتري من شركات هي أجنبية؟ البدائل العراقية اليوم الحمد لله موجودة، السوق العراقي ما شاء الله به البدائل من كل دول العالم. تمام، حياك الله جزيل الشكر. الله يحفظكم، الله يرضى عليكم، الله يحفظكم. شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، هذا الحوار مستمر، لكن نأخذ فاصل ونستمر بحلقتنا المناصرة للقضية الفلسطينية، فحياكم الله. حياكم الله أحبتي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. بعد أن شاهدتم هذه الوقفة المشرفة للأبطال في جانب الرصافة الأعظمية، انتقلنا إلى الدور، وبهذا المكان ومن هذا الجامع، من مسجد خالد بن الوليد في منطقة الدورة. الوقفات مستمرة في جميع العاصمة بغداد، والقضية واحدة عن جميع المسلمين في العراق، وهذه النصرة هي نصرة الشعور بالإنسانية، شعور بالجانب الإسلامي، الجانب الأخلاقي عند المناصرين للقضية الفلسطينية. فحيكون هذا الحوار بهذا البارت الثاني من برنامجنا، حيكون مع مشايخنا الكرام في جانب الدورة، ونرحب وإياكم
بفضيلة الشيخ يحيى القيسي، حياك الله شيخ من عزيز. حياك وأهلا بك إمام وخطيب وخطيب جامع محمود. حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا شيخي. اليوم نتحدث عن الجانب الفقهي، دور علماء الدين، دور الفقهاء في هذه القضية. كيف يتم التوجيه الفقهي والشرعي بهذه القضية المناصرة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على هذا اللقاء الرائع، وقد غطيتم هذه المسيرة الرائعة التي انطلقت من جامع خالد بن الوليد نصرة لإخواننا في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص. القضية الشرعية، القاصي والداني يعلم ما لفلسطين وما لبيت المقدس من مكانة دينية عند المسلمين منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا، والكل يعلم أن قبلة المسلمين الأولى كانت إلى بيت المقدس، وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه كان من البيت الحرام إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء والمرسلين، ثم توالت الهجمات على هذه الأرض المقدسة، وقيض الله سبحانه وتعالى لها رجال الإسلام ابتداء بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وبصلاح الدين الأيوبي وبغيره من القادة، حتى اكتمل هذا العقد الفريد بما يحققه المجاهدون الأبطال في فلسطين وفي غزة الآن. إذن بيت المقدس هو عقيدة بالنسبة لنا، جزء من ديننا، يجب أن لا نفرط فيه أبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقلنا أنها قبلة المسلمين الأولى التي كان يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها في صلاته حتى تغيرت وجهة المسلمين. طيب. إلى الشيخ أريد أقاطعك بقضية معينة، هل على علماء الدين مسؤولية أو تقصير بقضية إيصال هذه الروحانية المعينة بقضية الفلسطينية وقضيتها وارتباطها مع الإسلام لدى المسلمين عامة، خاصة أنه في السنوات الماضية لم يشعر الجميع من العراقيين تحديدا، لم يشعر بهذا الانتماء إلى القدس، الانتماء إلى غزة، الانتماء إلى القضية الفلسطينية، إلا بعد أن تحركت المسيرات حاليا أصبحت القضية تختلف في العراق، أصبح الانتماء أكبر. هذا مو دوركم، أو عفوا هو تقصير من قبل علماء الدين؟ أخي الكريم، العبء الأكبر دائما يقع على علماء الأمة، بل الحساب الأشد من الله عز وجل يقع علينا نحن. يعني لا أقول نحن بالشخص، بالفكرة العلماء، علماء المسلمين. نعم. عموما. نعم. كل قضية إسلامية المفروض ينبري إليها علماء المسلمين أولا، يبينوا حقيقة هذه القضية واتصالها بالإسلام، وأنها جزء من عقيدتهم ودينهم وإيمانهم، وأن التفريط فيها تفريط في جزء من الإسلام، حتى يشعر المسلم أن هذه القضية، قضية فلسطين، قضية بيت المقدس، هذه قضية إسلامية، قضية إيمانية. فهذه تبدأ من خلال الخطب، من خلال دروس، من خلال محاضرات، من خلال لقاءات الإعلامية، من خلال هذه المسيرات التي تقام الآن. هي ليست أن المسيرات هي عرفت المسلمين في هذا البلد بقضية فلسطين، لا، قبلها يعني هذه القضية من 48 إلى الآن، وما يتعرض إليه هذا البلد من ظلم وانتهاك وقتل وتجويع في كل فترة، هي تثير هذا الحماس وتثير هذا الإيمان. لكن نقول ونكرر أن العبء الأكبر يقع على المسلمين، المفروض أنه لهم وقفة ولهم بيان ولهم توضيح وحث للمسلمين في نصرة إخوانهم في بيت. طيب المقدس. شيخنا أخيرا، عندي سؤال أختم به حواري مع جنابك. بعض من غير المناصرين للقضية الفلسطينية من العراقيين يرون بالمسير، يرون بالاحتجاج، يرون بالاستنكار هو قطع للأعناق، هو قطع للأرزاق. البعض انتقد تمام هذه القضية. الجانب الفقهي، أتحدث فقط الجانب الفقهي الشرعي بهذه القضية، شنو ردكم على هذه الردود؟ يعني نقول نحن
دائما النار تكوي من يعني من يقترب منها أكثر. فإخواننا الذين يكتوون بنار اليهود اللي صار لهم هذه السنين الطويلة جدا، ألا تتحرك فينا الغيرة الإيمانية لمناصرتهم؟ لازم تتحرك. طيب، فهذه السنين التي تحملوا فيها هذا العبء الكبير جدا وضحوا بالغالي والنفيس بما يملكون وبأعز ما يملكون، ألا تقتضي الغيرة الإيمانية مناصرتهم؟ من الذي حرك سيدنا عمر حتى يذهب إلى بيت المقدس؟ من الذي حرك صلاح الدين العراقي الكردي ليحرر بيت المقدس؟ من حرك هؤلاء؟ أليست هي القضية الإيمانية؟ أليس هو الإسلام؟ أليس هو الإيمان؟ أليس هم معرفتهم أن هذه القضية هي قضية إيمانية إسلامية بحتة، وتحريرها تحرير جزء من أراضي المسلمين احتلت؟ إذن فهو واجبنا ومناصرتهم. وهذه المسيرات التي تقام الآن من المساجد تعريف الناس، كثير من الناس لا يعرفون ولا يشاهدون للإعلام ولا يشاهدون الأخبار. فجزاكم الله خيرا، تغطيتكم الإعلامية لهذه المسيرات ولهذه المظاهرات هي تغطية إعلامية. أولا يشعر الفلسطيني الآن في غزة أو المجاهد أو المضحي بدمه، يشعر أن له إخوان خارج بلده يناصرون قضيته، لكن كل حسب استطاعته، كل ميسر لما خلق له. نحن نطمح أكثر، لكن أحيانا تقف أنت عاجز ماذا تفعل يعني. فالدعاء لا ينقطع، المقاطعة لا تنقطع، يعني على قدر ما نستطيع. حياك الله شيخ، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للمحبة. آمين آمين، بوركتم ووفقكم الله إن شاء الله لخدمة هذه القضية المهمة. شكرا شيخنا العزيز، السلام عليكم. حياك الله، أتعرف بجنابك الكريم شيخ حيدر الجنابي، إمام وخطيب جامعة التوبة في منطقة عرب جبور والبعيثة. حياك حياك، أطراف منطقة الدورة وعضو مجلس علماء العراق. أهلا أهلا وسهلا، الله يحفظك شيخنا العزيز. اليوم نريد نسأل المقاطعة اليوم كيف تصنف المقاطعة، إلى أي مدى وصلت، وما الذي تحتاج له هذه الحملة حتى تنجح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء يعني أريد أن أكمل ما بدأ به أخي وحبيبي الشيخ يحيى القيسي. نعم، أن قضية العبء الأكبر على علماء هذه الأمة في كل مرحلة لنا تحديات. يعني العراق يعني مر في مراحل يعني كثيرة معروفة للقاصي والداني، وفي كل مرحلة يتصدى لها علماء ومشايخ هذه الأمة لرد أي فتنة ولرد أي تحدي. صح. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا يدب الأمن والأمان في مجتمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، مسألة المقاطعة هي أيضا مسألة عقدية، مسألة عقدية وليست هي مسألة أهواء. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل سورة التوبة وكانت فيها المفاصلة الحقيقية ما بين فسطاسي الكفر والإيمان، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مكة كانت هي مركز تجاري. صح. لأن التجارة عصب الحياة، التجارة عصب الحياة. تساءل الناس ودخل إلى قلوبهم وخلاجاتهم كيف ستكون مصير التجارة مع بقية القبائل التي لم تدخل الإسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى قولا يتلى إلى قيام الساعة، وإن خفتم عيلة أي الفقر سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فأقول أولا للتاجر العراقي، لأن حقيقة العراق متأخر في مسألة المقاطعة. نعم. سبقتنا دول عمان، أردن يعني عاصمتها عمان، ومصر وبقية الدول الإسلامية سبقت العراق. نرى أن ثقافة المقاطعة قليلة عندنا. فأطلب من التاجر العراقي حسب مستويات التجارة أجد بدائل، أن المواطن البسيط من يجي محل متروس أوجد له بديل، ولا تخشى الفقر، لا تخشى العيلة، فالله سبحانه وتعالى هو بيده الأرزاق. شيخنا، من المشكلة كل بعض من يشكل على هذه الحملة بقضية واحدة، كيف صنفتم أنه هذه المنتجات تذهب إلى الكيان المجرم؟ تمام. يعني التصنيف هي هنا المشكلة، أنه يعني مصادر التمويل، من قال أن هذه الأموال ترد إلى الكيان وتذبح الأطفال والنساء في فلسطين؟
حقيقة أن هذه المسألة أصبحت واضحة. في لقطة بسيطة بعد أن يعني الكيان الغاصب ارتكب مجزرة المصيرات وحرر أربع من الأسرى لم يكونوا عند قوات القسام، كانوا عند المواطنين، وبعد قرابة 8 أشهر كانوا في صحة وعافية، وهذه نقطة تحسب إلى أهلنا في غزة. احتفلوا مع أحد الأسيرات وشرب عبوة من منتوج كوكا كولا، وهذه الشركة نشرت هذه الصورة على موقعها الرسمي وكأنها تعلن وبإصرار أننا ندعم هذا الكيان. يعني أصبحت القضية ليست قضية مخفية على أحد. نحن كنا في الثمانينيات أو في التسعينيات نعلم أن كلمة بيبسي هي مختصر لأدفع ولو سنتا واحدا لإسرائيل. هذه الثقافة كانت في المجتمع آنذاك، هاي تربى المجتمع على ذلك، والآن يصرون. لتجد أن الصور التي تنشر على مواقع رسمية لهذه الشركات مأدبة الطعام لقوات الاحتلال وعليها منتجات الكوكا كولا والبيبسي. شيخ اليوم عفوا مقاطعة، أصبحت القضية واضحة موضوحة. شيخ اليوم هذه عبوة البيبسي معينة والمشروبات الغازية المحلية أو من دول عربية في سعرها 500 دينار بالعام، يعني حسب ما يسموها براند الماركة العالمية ب 1750-1500، وعليها سحب. يعني أولا الحكومة ما مانعت، القضية الأولى ما مانعت تتحمل المسؤولية الأولى. اثنين المواطن ما زال يشتري، هي القضية يعني مثل ما تفضلت انه العبء الاكبر هو على عاتق الأئمة والخطباء، وان شاء الله نسأل الله سبحانه يوفقنا لهذه المهمة ونوفق بإيصال المعلومة وثقافة المجتمع ان هذه المنتجات هي دعم للكيان الصهيوني، ان هذه المنتجات بالمقاطعة، يعني شركات ستاربكس مثلا للقهوة انخفضت الأسهم إلى 7%، و7% بالسوق البورصة تصل إلى 8 مليار دولار شهريا. يعني إحدى الشركات خلال 20 يوم نزلت خسائرها إلى 20 مليون دولار، الأرقام مخيفة. 46 شركة في داخل تل أبيب أعلنت إفلاسها قبل أسبوع. يعني شيخنا الحكومة تتحمل مسؤولية، لو التاجر لو المواطن من اللي يتحمل؟ والله الجميع حسب كل من حسب مسؤوليته، تبدأ من الأب الذي يعطي لابنه 500 دينار أو ربع دينار ويقول روح اشتري تشيبسيز أو قطيف بيبسي وما يعلم مع المقاطعة، ومن التاجر البسيط اللي يقول لك والله أنا شلون ما أقدر ما أقص تشيبسيز الناس عليها سحب. أجد قلت له أجد بدائل، إحنا حقيقة نفطر على المحلات ونثقف المحلات، اكو منهم قلنا لهم بعد ما ندخل لكم لان انتم ما جاي تسمعون المقاطعه، وقلنا ما نشتري منكم حتى المنتج اللي هو غير مقاطع، انت جبت منتج داع يعني غير مقاطع او منتجات داعمه للقضيه الفلسطينيه، ابو المحل اللي ما يسمع كلام قلنا نروج انه ما ندخل له. زين بعد انه مساله يعني حياه او موت، انت تشارك في قتل اهلك او تشارك في نصرتهم، ويستنصروكم في الدين فعليكم النصر، فالنصر في كل في جميع المستويات. شيخ خلينا نحكي عن جانب الاثم، اكو بها اثم لو هاي ما وصلنا الى اصبح الامر واضحا، استفتي قلبك وان افتوك كيف نفتي بمسائل هي واضحه ومسلمات من مسلمات الدين. هذا الامر مسلم من مسلمات الدين، مو اذا اثم الى فتوى. اذا اثم هاي مشكله، مو اذا دخلنا بالاثم هنا دخلنا بجانب شرعي، فهي هي اثم لو هي لا اكيد اكيد بيها. انا في بدايه قولي قلت مساله عقديه، مساله شرعيه، مساله المقاطعه حق قطعا يترتب عليها اثام واجور. تمام، كما المقاطع المصر على انه يعني يعلم ويصر على انه لا زال يستمر في شراء هذه المنتجات، واما الجهل وعذر شرعي، واللي ما الغافل النبهه، واللي يعلم انه ما يقاطع، يعني عذرا اللي يعلم ويروح يقاطع ونيته لله قطعا يؤجر على هذه المقاطعه. هذه مسائل مسلمات من مسلمات الدين. حياك الله شيخ، حياك الله. حوارنا مستمر مع مشايخنا الكرام، ننتقل الى فضيله الشيخ. شيخ حياك الله وانا سلم بك، تعرف جنابك الكريم. اخوكم ايسر مهدي، امام خطيب في جامع خالد. حياك الله، حياك الله شيخ. اليوم نتحدث عن هذه المسيرات وهذه الحملات بين الشباب، الحديث بين الشباب هو الداعم لهذه المسيرات
داعم للقضية الفلسطينية أم تنتهي بانتهاء المسيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هو أكيد الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز عن أهل الكهف، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى شبابهم عصب الأمة، ويعني حقيقة عرقها النابض. فبالتالي يعني هو هناك معسكران بالتأكيد، ونعرف أنه إحنا من خلال يعني حديثنا مع الشباب أنه يقسم هناك من هو مهتم بالقضية ويدعو لها وعنده غيرة على ما يجري لأهله وإخوانه في فلسطين، وهناك من ربما لا يبالي أو يعني بعيد عن القضية. فهذا هو دور الدعاة والخطباء في تبصير الناس ومن ضمنهم الشباب في أهمية القضية الفلسطينية. يعني أنا أذكر يعني والدي رحمه الله شارك في حرب 1948 وحكى لي عن يعني تجربته في تلك المعركة، وإحنا من نشأنا سبحان الله نشأنا ونحن شباب على القضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية وأنها قضية الأمة، وأنه لابد المسلم أن يعتز ب حتى من ضمن الدعاء كنا نذكر ندعو في رمضان، ويمكن شيخ حازم كان معنا في نفس المسجد، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى من ذلك الوقت، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى المبارك. فهذه ينبغي أن يربى عليها المسلم، وهذه مسؤولية المخطباء ومسؤولية الآباء كذلك، الآباء والأمهات، وحتى في المناهج الدراسية المفروض أيضا يعني يوضع شيء أو محور أو كلام حول قضية الأمة المصيرية، قضية فلسطين وقضية الأقصى، وأنه لا بد أن تنال جانب من اهتمام الشعب. طيب شيخ، اليوم ليش اقتصرت القضية يعني القضية المناصرة للقضية الفلسطينية في المساجد؟ لماذا لم يأخذ يعني أئمة والخطباء، لماذا لم ينتشروا أكثر ما بين الأسواق، ما بين مثل ما تفضل قضية الشيخ عن المقاطعة ينزلوا المحلات؟ ليش ما نزلتوا أنتم كدعاة، نزلتوا للناس التجمعات، ملعب كرة قدم غيره، تنزلوا التجمعات تستهدفون الشباب؟ لأن تحدث جنابك أنه الشباب عصب الحياة. نعم، وبالتأكيد اليوم ما يشغل الشاب والمواطن والناس أيضا هموم كثيرة. يعني كثير من الناس يمكن عندهم مبدا يقول لك انا خل احير بنفسي، عندي مشاكل هوايه وعندي كذا، فيعني يصير لا ينبغي ان يفهم اننا يعني نعيش يعني مشاكلنا، لكن في الوقت نفسه ايضا ما ننسى اخواننا. يعني القضيه الفلسطينيه ينبغي ان تكون حاضره. موضوع انه التقصير في التوجه، المفروض حقيقه تكون هناك برامج، المؤسسات الحكوميه يكون لها دور، لانه إن الله يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن، ينبغي أن تكون هناك يعني، وكذلك المؤسسات الشرعية. والحمد لله يعني مؤسساتنا هناك جهود، يعني صحيح أنه ربما لم ترتقي للمطلوب أو يعني إلى الطموح، لكن هناك جهود. شيخ، قرابة 50 فضائية في العراق، تمام، 50 قناة فضائية في العراق، تصنيفك للتغطيات الإعلامية؟ والله ليست في المستوى المطلوب، حقيقة ليست في المستوى المطلوب، تحتاج إلى يعني تدعيم لهذه القضية وجعل مساحة في القنوات سواء في البرامج. وحقيقة بعض القنوات وقناتكم الفلوجة، قناة ديوان، يعني لها سبق فيما يتعلق في تذكير الناس بأهمية القضية الفلسطينية ووجوب دعم. حياك الله شيخ العزيز، شكرا جزيلا لك، حياك الله. ننتقل إلى مشايخنا الكرام، حياكم الله. السلام عليكم شيخ العزيز. أهلا وسهلا، تعرف جنابك الكريم، حياك. شيخ حازم فلاحي، حياك الله شيخ، جامعة الحسنين في الدورة، حياكم الله، ومسؤول مجلس علماء العراق في الكرخ. أهلا وسهلا. اليوم تجمع دورة مو شيخي؟ يعني هو منطقة الدورة، أي في كل أطراف الدورة، ما عادت الدورة حي، أي طبعا الدورة أصبحت مدينة، مدينة كبيرة الدورة فعلا. نعم، تبدأ من الخط الدولي وتنتهي في منطقة اليرموك، هاي نهاية حدود صح الدورة. صح، فالدورة أصبحت ثلث بغداد تقريبا. شيخ، أريد أسألك عن بعض مناطق بغداد، يعني مع جل حبنا وتقديرنا إلى كل بغداد الجميلة، لكن بغداد بأجزائها هي اللي اهتمت بالقضية الفلسطينية، مثل الدورة الأعظمية، جانب المنصور وغيرها، مو كل بغداد مهتمة بالقضية الفلسطينية، حتى مساجد بغداد مو كل مساجد بغداد. أي القضية لسببها غياب الوعي الديني عن هذه القضية. نعم، هذا رقم واحد، وغياب الدعم الحكومي الجاد لهذه القضية. فلو كان أكو دعم حكومي كانت توجهت كل وسائل الإعلام التربوية والثقافية وحتى الترفيهية، طيب، تتوجه إلى هذه القضية. هذه المسألة اللي احنا نتكلم بها الآن
لماذا في بعض المناطق لا؟ أنت بغداد شعب عراقي في الدورة، هم نفسهم في حي الجامعة، هم نفسهم في مدينة الحرية، في العظمية، في مدينة في شارع فلسطين أو غيرها، الكل نفس القضية عايشة. نعم. لكن الفارق حقيقة أنه ماكو محرك من هذه القضية قريب من ذيك المناطق. هذه واحدة. مسألة أخرى أنه أنا اليوم لما أتكلم في قضايا المقاطعة، وين الوعي الديني؟ الآن ما حد يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض مقاطعة على قريش ولسنين طويلة، حتى جاءوا رضخوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد يعني فك عنا هذه المقاطعة. طيب. ومن جاءك منا يسلم ما ندعو لبعد. إيه مو هسه حيتحدث لك الشاب اللي بعيد عن الدين يقول لك ذاك زمان. لا لا اسمح لي، أنا أتكلم أول شيء بالتأصيل. زين. هل لهذه يعني شو النشاطات الداعمة؟ إحنا ما نشاطات مقاتلة للأسف. إحنا نشاطات تأسف داعمة. تتأسف. طبعا أتأسف شلون داعم. لو فتحت الحدود سنل... من أقصى إلى أقصى يتوجه مش. يعني نتوجه بالقتال؟ وتوجهوا كل الشباب هالغيرة أخي. ونخاطر بأرواح المسلمين. رب العالمين سبحانه وتعالى، أولا الأرواح ليس نحن خالقها. الله عز وجل. ولا أنت خالقها. الله خالقها، يمتحنها حتى يدخلها الجنة. هذه من بعض القضايا تمتحن بها. فلسطين اليوم منذ 75 عام. نعم تقريبا 78 عام إلى اليوم نحن نمتحن بها. نعم. فمن نجح نسأل الله له القبول. ومن رسب ولا زال يرسب أسأل الله العفو والعافية. طيب شيخ، هنا جنابك ويعني من أقاطعك بالرأي، مو بقناعة رأيي، لا بعطيك آراء أخرى. تمام. البعض يتحدث أنه مثل ما تفضل فضيلة الشيخ أنه لدينا ما يكفي، لدينا يعني من الموت ما يكفي. لما كان لدينا ما يكفي كنا نتوسل بالعرب والمسلمين أن يعينوننا. وكنا نشعر بالمرارة في الهجر. لما أخوك الكويتي وأخوك السعودي وأخوك القطري وأخوك السوري وأخوك التركي والمسلم في إيران والمسلم في روسيا والمسلم في كل مكان، لما كان داير ظهره علينا وما يعرف شي يصير بينا، كنا نشعر بمرارة. إحنا أكثر شعب يجب أن نشعر ما يجري في أخواننا في غزة. لما الناس تقاطعهم إحنا أقوى شيء نسوي الآن متابعة قناة اللي هي تقريبا قناة الوحيدة اللي تشتغل جديات وفي جانب معين، قناة الجزيرة يعني هذه في الأصول العربية، وقنواتنا المحلية قناتين إحنا عندنا وثلاثة اللي هي حضرتكم والديوان يمكن سامرة قليل، مو باقي القنوات مو يم الكلام. ولما نصير مناسبات الآن يعني مسابقات خلينا نقول عليها إعلامية، هذا يطلع يتكلم كلمة عن حياته. والدليل إنه مصانع العراقية اللي تنتج البيبسي وغيرها تنتج مادة المقاطعة، ترى مصانع حكومية. نعم. طيب ليش ما توجهتوا علماء الدين، ليش ما توجهتوا للحكومة بطلب؟ هذا احنا نتوجه الآن بطلب. لا طلب تحريري وحركة لا طلب تحريري لا. إلى ماكو شيء اسمه توجه طلب تحريري، احنا مو جهة يعني أنا شخصيا ممثلي شعب. أنا اسمح لي، أنا شخصيا تابع إلى مؤسسة بالنهاية تابعة إلى الحكومة. طيب لا أنا أحكي عن جنابك إمام الخطيب ما دخل بالوظيفة. وأنا أجيب لك إياها يعني على قولتك، خلي أسلسلك القضية. أنا أستغل المنابر اللي أنا أخطب بها جمعة. طيب. وأستغل المنابر الإعلامية هذه. نعم. الآن هذا يسموه خطاب جماهيري. صح. الآن أنا أتكلم على منصة خطاب جماهيري، من خلالها أطلب من الحكومة أنه هذا إنتاج البيبسي واللي توزع على الناس هذا مو إنتاج. وكم مصانع ببغداد؟ مصانع في بغداد. صح. وفي كردستان. أتفق معك. في كل مكان. طيب والاستيراد اللي يصلنا استيراد مقاطع من غير دولة. ذبوب الزبل يجينا إنه يعني حتى رقابة غيرة، رقابة كرامة ماكو بالحدود. يعرف هذا مرمي بالأزبال. هي أكو رقابة تجارية أو رقابة إسلامية؟ لا لا أنا رقابة تجارية، بس أكو رقابة غيرة يعني كرقابة حكومية. إنه أنت شلون تقبل تجيب أنقاض ومزابل يعني مهجورة مرفوضة من العرب بقية الدول، مرفوضة من كل الدول. صح. ليش العرب أخي، ليش العرب حتى العالم فعلا. إنجلترا، فرنسا، الشعب الألماني، الشعب السويدي، أنا أتكلم عن الشعوب بدوا يقاطعون حتى حكوماتهم. فالآن قلت لك إحنا شرعياً نعم النبي صلى الله عليه وسلم قاطع وحجر ناس حتى ما يوصلهم أي مؤونة. طبعاً. إلى أن رضخوا للحق. إذن إحنا إذا نقاطع يرضخون للحق، لأنه الآن كل اللي يتحكم في الحكومات الغربية الشركات. اليوم الله انطاك سلاح، وعاك على سلاح، قال لك قاطعهم اقتصادياً. صح. قلت له يا ربي إنها تشريك، قال لك نعم نبيك
قاطعة اقتصادية. تمام شيخ العزيز حياك الله، واحنا حوار معكم نتمنى يطول. حياك الله، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، نتعرف بجنابك. اهلا بك شيخ بهاء الديناني. حياك الله شيخ بهاء، اليوم نسمع رايك بالمسيرات والتنسيق ما بين المناطق. انا ارى بعض المناطق بها تنسيق ما بين مساجد بغداد، هذا اكو في التجمع جروب معين يجمع العلماء الدين ائمه والخطباء، لو هو تنسيق داخل المنطقه. وهاي الفكرة نابعة من جذور تاريخية وأرث. نعم. العراق له امتداد وامتزاج مع القضية الفلسطينية قديم جدا. يعني حتى الفلسطينيين في خطاباتهم يقول أنظارنا لا زالت تتجه إلى العراق لنرى ماذا يفعلون. والتاريخ من آلاف السنين له شواهد وصولات وجولات إلى أن امتزجت مع النصوص القرآنية فأصبحت عقيدة إسلامية أكد عنها الحبيب عليه الصلاة والسلام في إشارة وبشارة أن الجيش الذي سيفتح بيت المقدس جله من أهل العراق أو رأس حربته من العراق. سبحان الله تجد حتى أن الله عز وجل تدابير قدره يجعل البلاء يعصر العراقيين إلى أن يهيئهم لأن يكونوا رجالا ها بمستوى القضية التي سيذهبون باتجاهها. وبالتالي موضوع المسيرات ليس جديدا، العراق أعلن فتوى الجهاد حتى في 48 والمعارك شاهدة ومقابر مقبرة جنين حاضرة في أذهان في ذاكرة العالم عندما دخل الجيش العراقي. أي شهداء الجيش العراقي رحمهم الله جميعا. وبقي هذا الإرث تتوارث من الأجيال، لذلك لا نستغرب، لكن أكو بعض الملاحظات. نتيجة الانفتاح والغزو الفكري اللي أنا أسميه مرات دخل حتى بيوتاتنا بل حتى غرف نومنا، سوى خلل في تشكيل الوعي. تشكيل الوعي. المعركة الآن تختلف عن باقي المعارك، طوفان الأقصى معركة شاملة اتسعت رقعتها لتعبر حدود قضية غزة والمليونين من شخص، أصبحت لها المعركة عالمية. قسمت العالم إلى معسكرين، وبالتالي إذا ما أردنا أن نواجه إسرائيل جاي تواجه بشمولية، لابد أن نواجهها بشمولية، يعني نحتاج إلى طوفان اجتماعي، طوفان اقتصادي، طوفان سياسي، طوفان علاقاتي. هكذا الحرب الآن أخذت أبعاد على مصراعيها، جرت قطب رحاها دول لم تكن بالحسبان أن تدخل، وبالتالي تجد مظاهرات في أطراف قصبات في العالم منهم يعني يندد بجرائم الكيان الصهيوني، بالتالي هي عبرت الحدود. بل الآن معركة طوفان الأقصى هي التي تتصدر المشهد العالمي. أي بس ما زلنا شيخ ما زلنا في العراق المظاهرات لا زالت تأخذ النمط الكلاسيكي مثل ما سميه الروتيني اللي هي الوقفات. المظاهرة جزء بسيط من المواجهة الشاملة مع هذه المعركة. نحن بحاجة إلى تربية ثلاثية إذا ما أردنا ننشئ جيلا ونهيئ للمواجهة أكبر. التنشئة الاجتماعية المعروفة بالأعمار الصغيرة. يعني يكون هنالك تنسيق بين التربية المسجدية والتربية البيتية والتربية المدرسية حتى يبقى أجيالنا يدورون في فلك. الشيخ أنت تتحدث عن هذا الوعي، وأنت لديك شعوب اختلفوا على المناصرة لكن حكامهم مقادين بعضهم من الكيان الغصب. العراق لماذا أتكلم بهذه الطريقة عن العراق؟ العراق له فرصة كبيرة أن المجموع العراق من أعلى أو رأس الهرم في الدولة إلى أبسط مواطن جلهم مع القضية الفلسطينية. طيب يعني حتى إعلان واضح والدليل خطاب حتى رئيس الوزراء في المؤتمرات، بل هو كان الأقوى خطابا بين الدول العربية. وزار الجرحى من وزار صابية. والعراق استقبل جرحى. قلت لك صح. العراق له جذور تاريخية واجتماعية، حتى لبس الشماغ الأسود والأبيض صح. هو يمتد بامتداد تاريخنا وتراثنا بنفس الزي، وبالتالي التصقت التصاقا كبيرا لا يمكن فكه. لكن هذا الانفتاح وهذه الماكينة الإعلامية والحشاكم الخبيثة التي ظللت على كثير من شبابنا وبناتنا بحاجة إلى إعادة تشكيل وعي. من يشارك في هذا تشكيل الوعي؟ هذا يحتاج إلى مجموعة برامج. الإمام والخطيب أخذ الجانب الشرعي، القادة السياسيين توحيد خطابهم، هاي فرصة الآن ليعيدوا حساباتهم ترتيب أوراقهم. طيب. وأن يعني يعكسوا نظرة أخرى للعالم أنهم فعلا إذا ينسجم خطابهم مع أفعالهم التي تترجم في الحياة اليومية.
قضية المؤسسات قادة الرأي. يعني احنا مرات ربما صانع الرأي السياسي يختلف عن قائد الرأي. قائد الرأي هم جماعات الضغط، المؤسسات الدعوية وشرعية، مؤسسات مجتمع مدني تسير في اتجاه، كل هذا يدخل ضمن استراتيجيات. تمام. أدوات الحرب تغيرت، استراتيجيات تسمى استراتيجيات التآزر. الإمام الخطيب يسير في منظومة يساعده البيت، يساعده السوق، معركة شمولية، يتحكم به رأس الهرم بتشريعات بقوانين، والعراق يتميز عن أقرانه من الدول بتجريم التطبيع. شيخنا الحوار معك يعني يراد لحلقة إن شاء الله. طبعا هو الموضوع له أبعاد كثيرة. بالضبط. له أبعاد كثيرة. تتحدث عن استراتيجية لو نفذت لدى العرب لكنا يعني في موقف آخر. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وشكرا للمشايخ الكرام، أتعبناكم وأخذنا من وقتكم، أطال الله في عمركم ووفقكم لنصر القضية الفلسطينية. والتحية حب وإجلال واحترام وتحية الإسلام إلى أبطالنا المجاهدين في فلسطين، نصركم الله وسدد رميكم إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله النصر قريب بإذنه تعالى. نلتقيكم أحبة المشاهدين في حلقة أخرى من برنامج مع الناس، في أمان الله.